هاي الإغراءات والمحاولات من أذناب النظام ومن مسوقين النظام من بداية الثورة ما تغير شيء، لكن الحمد لله كشفت الأقنعة والوجوه اللي أمثال المرتزقة اللي الآن أنت تشوفهم يتوافدون على السفارة وغير السفارة. هؤلاء الناس هم بالأساس غير معارضين للأمانة، يعني ترى معظم اللي ظهروا بالتقرير واللي ظهروا بالساحة الآن غير معارضين، إلا مثل أمثال ثامر وغيره من اللي كانوا يدعون الثورة، وكشفت هو على نواف الراغب البشير، على كثير من الأسماء العشائرية اللي رجعت لحضن النظام، نواف المصلط، هذا الأسماء اللي كانت بالأساس رمادية ورجعت للنظام بتسوية. أما باقي الناس اللي قدمت وضحت ما قبلت التسوية ولا رجعت. أخي الموضوع يعني كبره وحجمه مجرد فقاعة لا تتعدى الشبيحة داخل حرم السفارة. يعني أنت لاحظت جاء فيصل مقداد بزيارة اللي داخل المملكة، وصل إلى السفارة السورية بدون استقبال أي شخصية سعودية رسمية لهذا الشخص. حضروا الشبيحة والمنافقين للسفارة وطبل وزمر وصوروا بدون أي يعني قرار رسمي للمملكة. المملكة عبارة فتحت السفارة خدمة للناس وللمواطن اللي لا حول ولا قوة داخل المملكة، لكن التحرك الآن داخل السفارة حقيقي أنه يحاولون يستقطبون الشخصيات، يحاولون يستقطبون على أنه الأمور مع المملكة على خير ما يرام. لكن أنت شفت كانت في شروط مكلف فيها وزير الخارجية الأردني وما تنفذت، وإلى الآن المملكة العربية السعودية لا تفتح السفارة داخل دمشق. أنا من منبر قناتكم أتحدى شيوخ العشائر اللي حطت إيدها بإيد إيران، واحد منهم يقدر يرجع يفوت المملكة، فما بالك الأفراد العاديين اللي يجون؟ من اللي يقبض من الحكومة السعودية؟ شيوخ عشائر في دير الزور هكذا يقولون، هكذا هم يقولون، يعني نحن نذهب نقبض كاش ونعود. أخي الكريم، هل يوجد في شخصيات العشائرية داخل سوريا شخص أكثر من نواف عبد العزيز الملحم كان له عضوة ويحمل الجنسية السعودية داخل المملكة؟ أتحدى الآن يقدر يفوت المملكة. لا يستطيع؟ ما يستطيع، ملاحق. سمحوا لأبنائه، سمحوا لإخوانه، لكن هو ملاحق الرجل، لا، ممنوع يدخل المملكة. شخص حط إيده مع حزب الله ومع إيران ويجي، يعني المملكة معقولة لهالدرجة تتساهل بأمنها؟ وعلى ما إذن هؤلاء يروجون هذه الدعايات بين الناس في دير الزور؟ يا أخي، إذا الحكومة السورية جاءت تروج أكاذيب على أنه العلاقات السعودية السورية على أطيب ما يكون، وأنت شفت السفير الأردني إيش حط نقاط ما اتفقوا معها مع النظام السوري إلى اللحظة هذه. ولكن ما يحدث اليوم من تسويق لنظام الأسد على أنها فتح علاقات جديدة مع المملكة العربية السعودية ومحاولة استقطاب الناس للعودة، لكن الشرفاء والأحرار من أبناء الثورة اللي قاموا ضد هذا النظام إلى الآن الحمد لله على الثبات، ويرفضون التعامل مع السفارة ومع لصوص السفارة ومع كل منافقين السفارة.